وما انتفعت بنوب من حكمة أبو صفوان؟ لا والله يا فخري، لا والله، البنت كل ما لها لورا. معناتها ما صار في قدامنا غير الشيخ جوهر، عم يقولوا كتير منيح وما بيصعب عليه شيء. يا أخي فكرت بالشيخ جوهر، بس الشيخ جوهر عم بيقول عنه شيخ نزير مش عاوز وكذاب. لك لا، شو كذاب؟ والله في كتير ناس استفادوا على إيدي للزلمة يعني، بس هو الشيخ نزير ما بيطلع. السلام عليكم. أهلين أهلين أبو نجيب. أهلين أبو نجيب. خير؟ إن شاء الله ما بتشوف إلا الخير سيد راسي. شو خير؟ مشان كرت دكاكين سيدي. شبنا أبو نجيب، لسه الشهر ما خلاص. شو الحكي؟ مين قال لك ما خلاص؟ امبارح اطلعت على الهلال شفته. شو الحكي سيد راسي؟ أعوذ بالله، خلاص؟ لا لا سيدو، ما خلاص، لسه الهلال ليهل بده يومين ثلاثة. هلا يومين ثلاثة بيناتنا سيد راسي يا فخير، شباب؟ ايه ابو نجيب في فرق، بس يهل الهلال تجي تاني يوم تاخد حقك عدوز بار عمي. شو عليه سيد راسي؟ شو عليه يومين ثلاثة يومين ثلاثة؟ الله يسامحك يا فخري، الله يسامحك. والله ماني نفس اضحك. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بخير وشرف، تفضل. خير؟ شو بقى كرمي؟ قال بده كره دكاكين، لسه شهر ما خلاص. ضربه تخلع رقبته ان شاء الله. خير ابو محمد؟ خير، شايفك مو على بعضك. خير، شو صار؟ سيدو بعيد عن احبابك يعني، بنته مرضانه شوي، وحكمه ابو صفوان ما اثرت فيها. اخي بسيطه ابو محمد، بسيطه. لك شو بسيطة يا أبو خير، وشو بسيطة؟ البنت رح تروح من بين إيدي. لا اسمع لك، بتاخذها على خستخانة الغربة، هي فتحتها الدولة هنيك، في حكمة دارسين وفهمانين، خذها لهنيك وتوكل على الله. والله ما بعرف أخي أبو محمد، اسمع مني وخذها على الخستخانة. يلا ربي يشفيها وعافيها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شو أبو الفخر، أخذها على الخستخانة؟ لك لا، شو تأخذها على الخستخانة؟ يعني الله يرحمه أبو عارف ما تهني. إيه والحل؟ الحل ما له غير الشيخ جوهر. مرحبا عمي يا فخري. أهلين. كنت أشتري من عند عمي أبو صلاح ملح، ما لقيته بدكانة. وين بده يروح يعني عمو؟ روح شوفه عند أبو صفوان، عند أبو ياسين، عند أبو رضا. عمرك عمي. أهلين. شو حكايته أبو صلاح؟ دكانته مفتوحة من قبل ما تفتح دكانتي، يعني من قبل طلوع الضوء ما شفته ولا له حركة. لك ايه والله، انا هي قوم فخري، قوم شوف شو الحكاية. يلا قوم قوم. صلاح؟ يا صلاح يا عم، شو هاد يا اخو محمد؟ ليك يا عم، لك قفل مكسور ومحل فاضي كانوا مسروق. لك ابو زيدي، ابو صفوان، ابو ياسين، ابو رضا، لك بنسرع محلها بسرعة يا عالم. تعب شوي الحكي. ايوه لا حول ولا قوة الا بالله. شوف شوف الشوفة مسكين يا ابو صلاح، بسرعة بحارة العياش. عم بقول لحالي ليش فاتح بكير ابو صلاح؟